تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يتواصل العمل بمعبر أرقين الحدودي لتسهيل عبور العائدين من السودان من المصريين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة. وللمزيد ينضم إلينا من معبر أرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصري إلى هناك. رامي، أطلعنا على الصورة لديك الآن بعد أن أتمت مصر إجلاء 6399 مواطنا. تحياتي لك ولكل متابعينا من معبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان. ويشهد المعبر في هذا التوقيت خلال هذا اليوم حالة من السيولة المرورية وأيضا سيولة في استقبال الوافدين، خاصة من المصريين والسودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى. نتحدث عن وفود العديد من أصحاب الجنسيات الخاصة بأكثر من 50 دولة قامت بالتنسيق مع السلطات المصرية لإجلاء رعايا من دولة السودان. ولو تحدثنا منذ قليل كان هناك أفواج من دولة الفلبين مغادرة لمعبر أرقين، ومن بعدها أيضا أفواج لدولة بلغاريا والكثير من أصحاب الجنسيات الأخرى. لو تحدثنا عن الصين وأيضا دول العربية من فلسطين وتونس وأيضا دول شرق آسيا وأيضا دولة فنلندا وقبرص واليونان، هذه أبرز الدول التي مر أصحاب الجنسيات التي تنتمي إليها من معبر أرقين وأيضا معبر قسطل البري. لو تحدثنا عن هذا التنسيق الكبير لهذه البلدان مع السلطات المصرية لإجلاء رعاياهم، هذا بالإضافة إلى ما يقدمه هنا معبر أرقين من خلال خدمات عديدة، خدمات لوجستية وإنسانية واجتماعية وطبية متمثلة في الدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، وهو كما يظهر من خلفي الآن وجود عدد من الخيم التابعة للهلال الأحمر والتي يوجد بها عدد من المؤن والمساعدات الطبية والإنسانية. وأيضا يقدم من خلال عربات الإسعاف المتواجدة هنا أيضا في معبر أرقين الإسعافات الأولية والحقائب الطبية عند دخول وقدوم العديد من الوافدين سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى. ولو تحدثنا أيضا عن قيام عدد من الفرق الطبية المتحركة بتقديم الدعم النفسي وأيضا الاتصال الأسري بكل من هم وفد إلى معبر أرقين سواء مصريين وغيرهم وأسرهم داخل مصر وخارج مصر للاطمئنان عليهم. هذا عن الهلال الأحمر وما يقوم به هنا في معبر أرقين. لو تطرقنا إلى أمر آخر وهو قيام وزارة النقل بالتعاون مع هيئة المواني البرية والجافة وأيضا محافظة أسوان في توفير الكثير والعديد من الحافلات والشاحنات لنقل المواطنين إلى أماكن تمركز السيارات، بالاتفاق أيضا مع هيئة السكك الحديدية لتنظيم حركة القطارات القادمة إلى أسوان والذاهبة منها لتيسير على هؤلاء الوافدين الانتقال داخل مصر لجميع الجهات والمقاصد التي يريدونها. ولو تحدثنا أيضا عن الخدمات التي تقدم من زيادة الأطقم الإدارية الخاصة بمعبر أرقين لتسهيل عملية المرور على الوافدين والتحقق من أوراق التوثيق والتأشيرات وغيرها من الخدمات التي تقدم هنا حتى يصبح معبر أرقين البري بوابة أمل وإنقاذ لجميع الوافدين والقادمين ولمن يرغب إلى القدوم إلى مصر من خلال هذه البوابة. عودة إليك مرة أخرى. نعم، من معبر أرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك.